فلافيلو المشهور وصل يا جمهور. اللايك السريع على الفيديو الفظيع. فرنزاتي مرحبا في قناتي. النهارده جاي لكم بتحدي جديد. شهر كامل من غير لعب ولا حتى جيم واحد. شكله تحدي خطير، حيدخل موسوعة فيلس القياسية. اسألني يا كابتن فلافيلو ايه سبب التحدي دون؟ هقولك، كنت في محل كباب بلعب جيم استغماية، وصاحب المطعم ادى الكباب للترابيزه اللي جنبي، بس طلعوا مستخبين. ايش قاعد يقول؟ ولما ضاع الكباب يا شباب تاكدت ان السبب كتر اللعب. ونبتدي اليوم الاول من غير لعب، وليبدا التحدي. بما اننا بطلنا اللي عطلنا، هخبي دول: الاوتوبيس الكوميكي، السكيت بورد، والطحينه، صاروخ التنس، ترابيزه البلياردو. مين جدو ابو السباع؟ اشتاب الريش للطابور وابو السباع للصندوق. بيلعب بالوت فيري الوت وممكن ياثر عليا. لا تنسى اكل السلاحف. وفي تصريح للكاميرا بعد 7 أيام بدون لعب، أكد فلافيلو أوبسي كلوبسي، بل وأضاف كله أندر كنترول، مش بفكر في اللعب نهائي، أنا بس بفكر في الكنب اللي بنقعد عليه ونرتاح عليه، وممكن ناكل عليه وننام عليه ونغني أغاني عليه ونشرب عليه كمان، ممكن كمان، مش عايز اقول اي حاجة كمان. مكانك، لا تقول نلعب عليه. نلعب عليه جيمز جماميس كتيرة حلوة مسلية. وبعد 21 يوم بدون لعب، فلافيلو صامد لاني اكتشفت هوبيز جديدة، ازاي تخيط كتاب للشتاء. يا اخي الشاب عنتر لزعتر. وكمان اكتشفت هواية البحلقة في الحيطة لاكتشاف الفراغ. فراغ ومل. 29 يوم بدون لعب، اثبت فلافيلو، اثبت فلافيلو. ها؟ فلافيلو؟ فلافيلو؟ باقي دقيقة على التحدي، هل يصمد فلافيلو أمام الصعوبات؟ هل يثبت للجماهير أن التحدي مجدي؟ ترى اسم برنامج مسابقات حلو، نفكر فيه. دونت وري شيكو، ده مش صندوق لعب نهائي، ده صندوق مهملات قديمة. زي كده جديا، ارموني فيه. وبعد 30 يوم فلافيلو نجح. انتوا صدقتوا؟ ده صندوق لعبي، جيمزاتي حبيباتي. احب النهايات السعيده. باي باي.